بسم الله الرحمن الرحيم. الفكره جت من خبرات سابقه، حيث اني انا كنت لاعب ومدرب واداري سابق، عملت في اتحادات اللجان في المجلس الرياضي العربي. فالمزيج الخبره هذه قدمت حوالي 7 مبادرات تقريبا إلى جامعة الدول العربية، ومن مبادرات هذه المبادرة اللي رحبوا فيها واستحسنوها لأنها تعتبر المبادرة الأولى على مستوى الوطن العربي. والمبادرة هذه تكريم القياديات العربيات التي وصلنا إلى أعلى المناصب القيادية، تكريم القياديات التي لهم إسهامات في نشر رياضة المرأة العربية. أيضا هناك بطلات أولمبيات لأول مرة يكرموا على مستوى الوطن العربي، وهم عددهم 18 بطلة رياضية، كلنا نفتخر فيهم ونطمع بالمزيد إن شاء الله. شوف دائما الرياضة لها عناصرها متعددة، يعني احنا لو بدأنا الرياضة في عناصرها متعددة. المدرب له دور، أيضا البيت له دور، المدرسة لها دور، كل يقوم بدوره. فمن الطبيعي جدا 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 أن يكون هناك أكثر من مزيج لصنع النشأ الرياضي للعنصر النسائي من البدايات. البيت زي ما تفضلت له دور، المدرسة لها دور، والنادي له دور. قبل كل حاجة إذا لم يكن هناك دعم وتشجيع على هالممارسة للفتاة فبيكون هناك يعني أشياء إخفاقات. ولكن الحمد لله الآن في الفترة الحالية هذا وجدنا شيء مبشر جدا جدا، وجدنا جميع أسر المجتمع لديهم تعاون، وليس بالسعودية بل في مصر وغير مصر، وجدنا أن الأسرة هي الآن الداعم الأساسي والمشجع لرياضة المرأة. كل بيت يعني صارت جزء لا يتجزأ من حياة كل أسرة. والله توجيه القيادة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في توجه قوي بتمكين المرأة السعودية وتواجدها الفعال والقوي ليس في الرياضة فقط. احنا الآن المرأة السعودية صار تواجدها في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، في المجال الإنساني، في المجال التربوي، في المجال العسكري. فالمرأة السعودية جزء لا يتجزأ من نهضة المملكة العربية السعودية، نهضة المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 اللي جميعا نحن نتطلع لها، رؤية مستقبلية لجميع أبناء المملكة العربية السعودية. شوف الرياضة ممارسة بالسعودية وممارسة بالخليج العربي وأيضا في الدول العربية. حقيقة كثير من الدول العربية سبقتنا كثير في ممارسة النشاطات الرياضة، ومنهم وصل إلى بطولات عالمية وبطولات أولمبية. يعني نتكلم عن مصر، نتكلم عن الجزائر، نتكلم عن تونس، نتكلم عن المغرب، هذه اللي لهم باع كبير ومسافة طويلة أنهم كانوا ممارسين الرياضة للعنصر النسائي. الآن التوجه القيادة في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة أو في مجلس التعاون الخليجي أنهم الآن بدوا يهيئون الأرض الخصبة والأرض الجذابة وتوفير الإمكانيات وتوفير المنشآت والدعم اللامحدود للفتاة لممارسة الرياضة. الأندية موجودة، المراكز الرياضية موجودة، الدورات موجودة، المسابقات التنافسية موجودة، بلا شك هذا يخلق. دخلت الرياضة في المدارس، دخلت الرياضة في الجامعات، هناك منافسات، هناك مسابقات. الآن المواهب الرياضية وجدت بصفة خاصة سواء بالسعودية أو بالخليج العربي، وجدت من يدعم هذه المواهب بتطويرها، تنمية مهاراتها وقدراتها حتى تصل إلى العالمية إن شاء الله. والله يعني أنا صراحة إن أنت تجرني إلى سؤال شوية، يعني إحنا الآن كعرب ما حصلنا على 18 ميدالية أولمبية للعنصر النسائي. فنحن إن شاء الله مستقبلا، يعني الآن لما شفنا البطلات من مصر، فالبطلات مصر وجدنا كل أسرة وكل نادي
بدأ واللجنة الأولمبية المصرية بدأوا الآن يجهزوا العنصر النسائي لتهيئته للمسابقات الدولية والقارية والأولمبية. هذا الشيء أعتقد أن هناك في خطط استراتيجية، في خطط توجهية من المسؤولين في الأولمبيات، اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بأنهم يعملون خطة كبيرة على مدى وصول المرأة إلى السعودية. احنا نطمع نكون هناك مشاركة تنافسية، احنا نطمع نكون هناك حصول على ميداليات، ولكن هذا لن يأتي إلا بالتخطيط والعزيمة والإصرار، وهذا احنا شايفينه لأنه ملاحظين هذا الشيء، ملاحظين الشيء هذا في الثورة القوية اللي ممارسة الرياضة في المملكة العربية السعودية. والله الثمرة الأولى اللي جنيناها انه الآن لما تحصل الآن كوكبة من القياديات العربيات، وتحصل كوكبة من بطلات الأولمبيات، وتحصل كوكبة من ممارسين الرياضة، تحصل كوكبة من الإعلاميات الرياضات المتخصصات، لما يكونوا هذولي يجتمعون في مكان واحد ويتبادلون الخبرات ويتبادلون الآراء ويتبادلون الأفكار، هنا هذا الشيء يعتقد من أفضل الثمرات اللي حنجنيها في الملتقى، لأن نحن نظل عرب متكاتفين متلاحمين وفي تقديم الصورة اللي تخدم رياضة المرأة العربية. فنحن إن شاء الله مستقبلا بلا شك إن هذا طموح كبير. والله نحن كل رياضية عربية ممارسة، يعني أنا من قلبي أقول إنكم بيضتوا وجيهنا. الرياضة النسائية جزء لا يتجزل من الحياة المجتمعية، يعني صارت حاجة تقليدية أنك عشان تمارس الرياضة تحافظ على صحتك، وتمارس الرياضة فيها الرشاقة، تمارس الرياضة أنك الآن تنمي قدرات لديك. الموهبة موجودة عند كل شخص، موهبة رياضية، موهبة اجتماعية، موهبة كل واحد عنده موهبة. الرياضة إذا صدق أنت موهوب لازم تطور موهبتك بالممارسة. الملتقى الأولاني لسه ما بدأ، ولكن الملتقى الثاني حدد له أن يكون في بلد خليجية بمشيئة الله. هذا ندل على شيء، فإن يدل هناك طموح كبير جدا جدا جدا، واهتمامات جدا جدا، ورؤية استراتيجية فيها اطلاعات كبيرة لخدمة رياضة المرأة العربية. أصلا أنا لما جيت مصر أنا ما أعتبر أني ضيف، أنا أعتبر هذا بيت الثاني بين أخواني وبين أهلي وبين أحبابي وبين أصدقائي. تظل مصر باب مفتوح للجميع، باب للثقافات، باب للرياضة، لكل النشاطات. تظل مصر هي المنبر اللي يشع كله إضاءة.